الكلام ده اني مره وايد كبس وعامل بعجل كتير. انا كم هجيت جايز تعرف الكلام يا ابونا ها امي قبل اجل كتير كيف كيف ها انا ذكر يا مثل ده ولا يبقى ده ما نقدر نجي المثل ده ما تقدر دوال هلل تو بيجي الصيام ده ما يلي تو ترجمش الرجين ده ما ابو نساكي كيف نصبر بس انا اجي بس ما نعرفه ورمضان ده ما يجول حركته ولا تجري ولا تنوم ما نعرفه ما يجول كلام كتير كلام كتير يقول شيء عطش كنجر كيف؟ بكي يا سيد كنجر كيف يا الاهل؟ عابل الحمد لله اي حاج كيف رمضان؟ نقول رمضان ده انا ولو يدي فوقك كم هالو يا ناس كله كم مر كله يا ناس كله فوقك وانت كيف تقوم تجهز للودوه رمضان كما انت ما هو هذا وما تقوم تجهز للودوه ودوه ده ما توريني لي انا ده كان ودي ما نودي كل ما لما رمضان كله صمت لي الله سي الصلاه كله لي الله ولا لك انت انت كامل كم عليك قد وصبوني لي شنو كان ده ولا جابك كلام ماك يا ابونا كان هاجي ده كاكرسيه كيت اللي خاصه قلت دي سيه كيسيه لك نظام اساس ده وزيت لي اكس انا ده انا كيف نلقى ليه دليل حمود الحمد لله دليل إلا الصبر ذا ها صبر ما دليل صبر كيف ما دليل ده شنو ها؟ نعم قدير كيف؟ ده تراب انت ده شنو شغل ده؟ تراب ها؟ انت عالم قبل انت كيف مالك نادم مشاتين كلام؟ انت كيف؟ انت قدر هلا تقول رمضان قلت قبل انا بقول لك شنو بس ثاني مره واحد انت تشي قول شتوا ما رمضان ها سي باتري ديت بطل انت يوم اللي تسع شهر شنو قلت الناس قاعدين قول انت تقول رمضان تقابل ندى باتري العاد لما ما داري رسيبه خلي لين كده ولا ده صغير ده كل ما انت قاعد انت قدر هلا تشيل علمي قال بيش قال انا رمضان قال تاري كي بطل لما ما داري خلي لين كده نقول كي ها علمي كي كان ثبت في جزيره العرب انت قدر هلا ده الصيام ده قالوا كي او وكي كي انت سايم ده ما تبي الجلده وكي كي كي او كده انت ساكن اجره كله هنا اجره ما يجي ما تقوله ها قول انت ما تقوله قلت لك الله انت اجي منك سبالو انت كنت حجلو بشتر انت كره مراك ما تقدر على جنب ما ادري تريد لي الناس كلها تداوي ثم ما تخليني دايم بشتر انا شنو مش كره رمضان نقدر ترى خليني لا يا اسمعني مره بقى انا والله بشتر انا والله الحمد لله يا رب قال لك يا عزب برا بس استعفى انا انت راجع سامي انت قاعد شنو لما هسه كلامنا عند وزوه راجعين ما هنا ها فكاسي اوردو اوكي وقت تم رجونا سلو ها ادو كم سبالنا في جيده حجنا كيف تبغى نيجي لو بس على الجمد دواسة؟ هذا كلام نحن بقي حجناك فيه إنسانية بدل أنت تداوس مش قادرين يا رمضان ناس تدوي نكو سيام نسالك وقال نكو سيامو سيامو كل ما يندم شغل جوع عتش بس عندنا سيام ما يندم والله سيام ما يندم كم أنت بس أمس سولو سيام أجر رواد أنت كمان تشيل صبر رمضان 30 يوم ده ما هاجينه بقوا 30 كل 5 و دو اسمه شند 29 بس قال السمرة ما تشيل صبر أنت رأيك كبير بيارك بيدقينك مش لا شغل ما شابك أنا من الآخر أكل وشربه أنت كمان
كان قاعد اوصل اقف في سياق اسا وخدت دي سما يقوى ها وهذا سايم ما انا شايل لك اتج وانا شايل لك جو هذا زي كرباني ماشي بيدنا ده فايده قال لك بيقول لك معلوه ده فايده انا شو اسوي خليك انا ما نقدر يا والله انا ما نقدر خليك ما تجي لي توريني قبل تجي قوم جيب لي علبه نسر علبه انا شنو كرباني تنك وقدر ما يلو فرساني ترى علبه ما تشرب لا توريت كم ما بدر ما نبوت انا لم نسرق عنك انت جاي على فالك امي يا ترى لا انا اسكت لما هم بيرتوا انا ما انت ما قلت دعوه مش شايف انت ما انت شعرين متابعين لين ده خبر بس شعرين تقدر تراتين يوم دخلوا ما تقدر شعرين تقدر ترد كفيت هسه 60 ناس تقدر انت بصراحه ها انت كل قاعد تري مسكين شيء ما عندك ده ما اخر كتي كافي بس يا ما اخر لك طب انت لا شغلك قاعد تزيد يا الله بس تجيب العافيه ما نعرفها يوم ده والله يكتب في بيت بس انت الله يجيب العافيه بقى سيدي انت ده شنو شارع سيف في جنة انت تكاد من بقى سيدي يا كله انا انا علي هذه اللي تلفت شنو اللي قال ولا سكري ولا زناي ولا كتال الدمم ولا سن قاعد في بيته لا انت اكل ده كله ده تقول له علي هذه انت زياره مين ده نساكي كيف هي قلت كان تاجي ده بفرو بس ساعه فات لنا كم نفطر ده وزير انا تناسه بس ما فكي اسال قبل ما نداوس ولا ودي دور يا تقول ده وزير بس اللي ده Thank you.